مشاهدينا، لتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول عضو الائتلاف السوري المعارض الاستاذ ياسر الفرحان. اهلا بكم استاذ ياسر الى هذه الجوله الاخباريه. مبعوث الرئيس الامريكي للتحالف الدولي بريت مارغورك قال بانه بات من الواجب مغادره سوريا. كيف ترى هذا التصريح وما الذي يعكسه من سياسه امريكا تجاه ايران؟ مساء الخير. مساء النور. آمل أن تكون التصريحات جادة وأن تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية خطوات حقيقية لإخراج إيران وميليشياتها من سوريا. على أمريكا أن تكفر عن أخطائها بحق المنطقة منذ أن سلمت إيران العراق، ومنذ أن يعني أيضا تأخرت في سوريا بإزاحة بشار الأسد وتركت إيران تتغلغل في الأراضي السورية. الموضوع الآن يعني لا يقارب فقط في الاتجاه العسكري. إيران تتواجد في سوريا عسكريا ومدنيا طوفيا وإرهابيا، والآن يعني من أجل التخلص من إيران نهائيا في سوريا يجب تمكين المعارضة السورية، تمكين الشعب السوري، تمكين قوى الثورة السورية وتقويتها من أجل أن تتابع مسيرتها بتطهير أراضيها من كل الميليشيات التي ترفع شعارات طائفية تبث الكراهية من أوساط الشعب السوري وتزعم بأنها تأتي بثارة الحسين وحماية المقدسات. تخدع بذلك إيران، طهران تخدع بذلك كل الشعوب التي إما أن تميل إليها يعني في بعض مجموعاتها لأجل بعض استغلال بعض حاجاتهم المادية، وباتجاه آخر يعني لأجل اللعب على عواطفهم. أستاذ ياسر، يعني هل بات خروج إيران مطلبا ملحا فقط خروج إيران أم خروج جميع من دخل إلى الأراضي السورية؟ يعني روسيا موجودة، أمريكا باتت تعطي تصريحاتها وكأنها هي الولي على الشعب السوري، تريد إخراج إيران وتبقي قواتها العسكرية في الأراضي السورية. يعني الحقيقة طبعا هذا الموضوع يحل بالانتقال السياسي وبعد إزاحة بشار الأسد، بالتأكيد كل هذه الأمور والموضوعات ستتسوى، لكن بداية إيران يعني كما قلت لك يعني تمهد لوجود طويل، تمهد لوجود لتكون دولة داخل الدولة، لها مشروع طائفي عنصري شهدناه في العراق ولبنان واليمن والآن سوريا. تكاد إيران تتحول إلى أمبراطورية من خلال السيطرة على هذه المناطق. مشروع الهلال الإيراني الواضح يعني واضح في معالمه، يعني حقيقة لا يستطيع أحد أن يقطعه ويفشله إلا الشعب السوري. شهدنا في الفترات السابقة بأن كتائب وفصائل الجيش الحر استطاعت أن تعطل المشروع الإيراني، لكن من أوقف دعم الجيش الحر هم الولايات المتحدة الأمريكية. كتائب الشهيد أحمد العبدو وسكة الشرقية في البادية سوريا، شاهدنا كيف منعوا إيران من السيطرة على هذه المنطقة، وكيف منعوا إيران من تنفيذ مشروع الكوريدور الفارسي، لكن يعني قطع الدعم عنهم وإرغامهم على الانسحاب من هذه المنطقة بتوجيه من الإدارة الأمريكية كان خطأ كبيرا. الآن يعني على واشنطن أن تراجع سياساتها وأن تعود لدعم المعارضة السورية وأيضا تتخذ إجراءات ليس فقط عسكرية. يعني إيران تدرس الآن الأطفال في المدارس شعارات الكراهية هذا في سوريا، وإيران تستخدم وسائلها من خلال شراء العقارات للسيطرة على مناطق حيوية في سوريا، تستخدم التشريعات التي وضعها نظام الأسد مثل قانون 10 أو المرسوم 66 وايضا قانون مكافحه الارهاب الذي صادر اموال المعارضه، كل هذه الوسائل تستخدمها ايران للسيطره على هذه المنطقه وتقوم بشراء بدفع مبالغ لشراء عقارات في المناطق الاثريه بدمشق وفي المناطق الحيويه والاستراتيجيه في محيط دمشق وفي دير الزور، وبالتالي يعني تحتاج الامور الى معالجه شامله، ليس فقط عسكريا ايران متواجده في سوريا، هي تتغلغل في قلب المجتمع وفي قلب مؤسسات الدوله. نعم. استاذ ياسر، القمه الرباعيه التي جمعت كل من تركيا وروسيا وايضا الدول المتبقيه، كيف تنظر الى مخرجات هذه القمه؟ حققت نجاحا جيدا القمه مجرد ان انعقدت في اسطنبول بدعوه من تركيا.
وحقيقه كانت جسرا واصلا هاما ما بين مجموعه الدول الضامنه في أستانا والمجموعه المقرره الدول الخمسه زائد اثنين. ومخرجاتها كانت واضحه بان لا حل عسكري في سوريا، يجب ان يكون الحل سياسيا، ويجب ان يضغط على نظام بشار الاسد من اجل المشاركه في العمليه الدستوريه. بشار الاسد يدرك تماما بانه يعني اللجنه الدستوريه حينما وضعت في ولايتها تحت اشراف الامم المتحده وبتشكيلها ما بين النظام والمعارضه باتت تؤكد ان شرعيته منقوصه ان لم تكن منعدمه. هذه المخرجات استاذ ياسر كيف تؤثر على ارض الواقع في المشهد السوري؟ تؤثر طبعا بالتاكيد. اولا في ادلب شهدنا بان هناك يعني واقعا واضحا لا يستطيع احد ان ينكره، حينما افشلت تركيا بالتفاهم مع روسيا مشروع ايران ومشروع النظام باجتياح هذه المنطقه وبالقضاء على الثوره بشكل كامل بمنع تهجير ابناء هذه المنطقه ومنع تدميرها. وهذه القمه تؤكد على احترام الاتفاق الموقع في ادلب، وايضا منع المجموعات الانفصاليه من السيطره على مساحات اضافيه في سوريا ومن ايضا محاربتهم على في المناطق التي سيطروا عليها. وصلت الفكره الاستاذ ياسر. اكد بانها تحتاج يعني عوده اللاجئين الى تهيئه الظروف الامنه، بيئه امنه تكون العوده طوعيه وتكون الى مناطقهم الاصليه، وايضا موضوع المعتقلين. كل هذه النقاط يعني كانت واضحه في البيان الختامي لهذه القمه. الاستاذ ياسر الفرحان عضو ائتلاف السوري المعارض كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.